أعتبر أن هذه المناسبة هذا العام استثنائية لسببين. السبب الأول ما تتعرض له مدينة القدس من محاولات تهويد وعدوان مستمر وإجراءات صهيونية كثيرة، والسبب الثاني انتصار وصمود سوريا في مواجهة هذا المشروع الإمبريالي الصهيوني الرجل. لذلك نحن كفلسطينيين في مثل هكذا فعاليات نؤكد على الترابط الوطني والقومي بين قضيتنا الفلسطينية وسوريا، وخاصة محور المقاومة بشكل عام، وبين أبناء أمتنا العربية. Sí, bueno, كوبا siempre ha sido solidaria. جمهورية كوبا متضامنة مع الشعب الفلسطيني ومع حقوق الشعب الفلسطيني وتؤيده سواء على المستوى السياسي أو الدبلوماسي أو حتى على المستوى الثقافي. هناك أوجه عديدة لمساعدة الشعب الفلسطيني. على سبيل المثال كوبا قدمت آلاف المنح للفلسطينيين للدراسة في كوبا، وهي طريقة أيضا لمساعدتهم. نعتبر أيضا بأن حل القضية الفلسطينية هو الأساس لحل كل مشكلات الشرق الأوسط، وبدون حل القضية الفلسطينية لن يكون هناك حل لمشكلات المنطقة بشكل عام. الثقافة لازم تكون موجودة، لأنه إذا بدنا ننتصر لازم تكون الثقافة في مقدمة. يعني لما نحن نتثقف فكريا ونثقف مقاتلينا ونثقف الناس ونعطيهم ونرجع لهم آمالهم بالعودة وحق العودة وهالقضايا كلها، يعني بنكون أدينا رسالة فنية تشكيلية ثقافية. وبالأخير نحن عم نحاول من خلال لوحتنا نستعيد الذاكرة الفلسطينية اللي اغتصبها منا العدو الصهيوني من خلال إعادة صياغة البيت الفلسطيني كما كان، الزخارف الفلسطينية، التوب الفلسطيني. نأخذ من التوب الفلسطيني أشكال من وزعها ضمن تكوين اللوحة. اليوم بتشكل مناسبة للتذكير بالقدس وبالقضية الفلسطينية بشكل عام. بهذا اليوم أقيم هذا المعرض اللي هو بيشارك فيه فنانين فلسطينيين إضافة لفنانين سوريين. أنا كفنان سوري دوما بحب أقول إنه نحن كسوريين بتبقى القضية الفلسطينية موجودة بقلبنا، مهما كان في عنا مشاكل وحروب وأزمات، لأنه ما بتنسينا أبدا ولا بلحظة من اللحظات الإنسان الفلسطيني ومعاناته. إحنا كفنانين فلسطينيين نحاول أن نسلط الضوء على معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين وخارج فلسطين، وصراعه مع هذا العدو الغاشم الذي يحتل الأرض ويحاول أن يهود الإنسان داخل فلسطين. ولكن إصرار أبناء شعبنا الفلسطيني ووقوف الفنان إلى جانب الفدائي وإلى جانب المواطن الفلسطيني يحاول أن يجسد هذا الصراع ويقف بوجه هذا العدو الغاشم من أجل تحرير هذا التراب، كل التراب الفلسطيني. هل أهميته في أهميتين، للفنان وللإنسان العادي. الفنان هو إخراج مكنوناته الفنية، طاقاته الإبداعية الداخلية. للمتلقي هو رؤية حالة الجمال ورؤية الحالات اللي مو ممكن يشوفها بأي حالة تانية، يعني من خلال اللوحة الفنية. فهي لوحة مو دائمة يعني، أو ممكن تشوفيها بكل لحظة أنت، ونقل الواقع بلوحة. يعني هو الواقع كله اللي عم يشوفه عم ينقل الفنان، عم بيعبر فيه بلوحة معينة بإحساساته الخاصة.